الو اسف. ايه تمام دكتور، هسه تمام. ايه نعم اوكي اوكي. يلا راح نبدي ان شاء الله، ما طول كن جو عدد من الطلاب. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم راح نكمل محاضرة مع الانفستيجيشن. بالمحاضرة السابقة حكينا على اليورين اكزامينيشن. بالمحاضرة السابقة اليوم ان شاء الله راح نكمل اذر اكزامينيشن والانفستيجيشن. يعني واحدة من الانفستيجيشن نستخدمها باليورولوجي هي الرينال فانكشن تيست، اشو نعرف انه الكدني عاد تشتغل لو لا. فحقيقة حتى نعرف انه هذا البيشنت عنده رينال فيلر الا لا، نعمل ما يسمى بالرينال فانكشن تيست اللي هي بلد يوريا اند سيرم كرياتينين. هذه تبين اذا الكلي اثنينات من الكدني يكفون انه البيشنت ما يكون عنده رينال فيلر، فنعملهم هذا فحص بالدم. وحتى نعرف انه هذه الكدني يعني الكدني الواحده نريد هذه اليمين او اليسار. مثلا اذا اسالك سؤال اقول لك اريد تشوف لي الكلى اليمين تشتغل لو ما تشتغل، نعمل ما يسمى بالايزوتوب ستدي، زين مثل اي دي تي اي ايزوتوب سكانينج. هذه راديو اكتيف ماتيريال تنعطي بالبلد وتتصور بالجاما كاميرا البيشنت، يصورون بالجاما كاميرا يشوفون الراديو اكتيفيتي اللي موجوده بالكدني اللي تشتغل، يصير بها راديو اكتيفيتي مليح. واش قد تشتغل اكثر الراديو اكتيفيتي يكون اكثر. هذولي بالنسبه للرينال فانكشن تيست، شلون نعرف انه الكدني تشتغل ولا لا. السلايد موجود واضح عندك مصطفى؟ نعم دكتور واضح. نعم اوكي. الاذر انفستيجيشن نكمله هو الراديولوجيكال، يعني الاكس راي. الاكس راي اللي نستخدمه حتى نشوف الكدني واليوريتر والبلادر اللي هم الكونستيتيوت مال اليوريتري سيستم. اول اكس راي نستخدمه هي ما تسمى بالكي يو بي. كي يو بي هي مختصر مال كدني يوريتر بلادر. هاي الكيوبي هاي بعدين هسه راح نحكي عليهم، بعدين راح نشوفكم الصور ان شاء الله بعد ما نخلص هاي السلايدات مال الحكي راح نشوفكم الصور نرجع عليها. بالكيوبي نشوف ثلاث اشياء، نشوف البون ولهذا نشوف الفيرتبرا والبلفس ونشوف اللور ريبس، كل البون نشوفه ونشوف سوفت تيشو شادو. سوفت تيشو شادو يعني الاورجنز البلكي مثل الليفر سبلين الكدني، تبين هكذا سوفت تيشو فتشي بياض بسيط. عندك سوس مصل هذول اللي سوفت تيشو. ونشوف الستون اللي هي اللي تهمنا، الستون هي اللي تهمنا حقيقه، اللي احنا ما بس نقول ستون وانما كل راديو يعني ما لوسنت، راديو لوسنت يعني ما تبين، راديو اوبيك ماتيريال نقول اي شيء بينه كالسيوم بالكيوبيك بين. يعني اذا كانت ستون بيها كالسيوم راح تبين في النقطه بيضاء حاله حال البون، فنقول هاي اكو في الشيء ما طبيعي هوني بمكان الكلى. مكان الكلى مثلا يم ال1 يم ال2 اكو فد راديو اوبيك ماتيريال، زين كود بي ستون موست بروبلي بس كود بي اذر ثينجز مثلا كالسيفايد ليف نود اور كالسيفايد تيب اوف 12 ريب. يعني اكو بيها ديفرنشال دايجنوستس اللي لما نشوف كالسيفيكيشن بالكي يو بي، بس most probably انه هي هذه ستون. وحتى نعرف انه هي ستون يجوز مرات نحتاج الى ان نعمل اشعه اخرى to confirm that، اللي هي مثلا هسه اشوف الجين نحكي عليها نقول سي تي سكان نعمل حتى نتاكد. اوكي فبالكي يو بي تبين لنا راديو اوبيك ماتيريال، و mostly اذا كانت هذا سايت اوف ذا كيدني اور يوريتر اور بلادر نقول هذول ستونز. طيب الأشعة الأخرى الانفستيجيشن اللي هي الاي في يو. اي في يو مختصر انترا فينوس يوروغرافي، هي اكس راي تشبه الكيوبي. عادة لما نبعثه للاي في يو ابو الأشعة ياخذ له اول صورة كيوبي، يعني يعرضه للاكس راي تطلع كيوبي اسمه، حتى يشوف الأشعة واضحة متحضر له لا ماركو غازز اوكي بالابدومين. يرجع بعدين ورا ما ياخذ له الكيوبي يرجع يعطينه صبغ بالوريد يوروغرافين داي. هذا اليوروغرافين داي يروح على الكلى، الكلى تاخذه وتعمل اكسكريشن للداي، تنزل بالبلفيكالي سيستم
وباليوريتر تصبغ البلبيكي سيستم باليوريتر وبالأشعة يبين عندنا لونه أبيض، فراح يبين عندنا الاناتومي اوف ذا كيدني بالضبط، البلبيكي سيستم، الكيدني وين موقعه، اكو توسع الا ماكو توسع، اكو انسداد الا ماكو انسداد، اكو هيدرونفروسيس الا لا، تبين بالاي في. وكذلك الاي في هم تفيدنا بالفانكشن، الفانكشن هم تفيدنا الاي في، لانه الكيدني اللي يطلع بيها صبغ اللي تطيق تاخذ هاي يوروغرافين وتعمل له اكسكريشن معناته تشتغل فوسه من نشوف الصوره واقل لكم. اكو فد كونترا انديكيشن للاي في يو، هذه لانه نعطي صبغه بالوريد يوروغرافين، فاكو كونترا انديكيشن، مثلا واحد عنده حساسيه من هاي الصبغه، يعني مرة عمل اي في يو قبله اول ما اعطونا الصبغه اساسا عنده حساسيه وجلده قام يحمر وصار عنده حكه، هذا مرت لهم نقول له انت عندك حساسيه، مرت له ابد ما يصير نعمل له صبغه. اذا من يكون عنده هاي الصبغه كونترا انديك حساسيه الرجي تو ذس داي اتس كونترا انديكيتد تو دو ات. الكونترا انديكيشن اخر هو انه يكون عنده رينال فيلر، اوريدي هو عنده رينال فيلر، فعاده احنا قبل ما نعمل الاي في يو قبل ما نعمل هذا الداي نعطيه داي نشيك الرينال فانكشن تيست اللي مثل ما حكيناه فوق، انه بعثوا على بلد يوريا ان سيرم كرياتينين، اذا طلعت نورمال يلا نبدي نعمل له الاي في يو. الاخر الكونترا انديكيشن ما كونترا انديكيشن وانما بريكوشن، واحد يدير باله اذا كان بيشنت عنده دايابيتس وياخذ جلوكوفيج، هذا وان اوف ذا دراجز يستخدم للدايابيتيك بيشنت جلوكوفيج، هذا لازم قبل ما يعمل اي في يو نقول له توقف الدواء فد لمده اقل شيء 48 ساعه يلا نعمل لك الاي في يو. اوكي انترافينوس يوروغرافي وهي مفيده جدا للاناتومي بالحقيقه، تشوف لنا الاناتومي، ومفيدة جدا للكونجنيتال انوماليز حتى نتعرف على الكونجنيتال انوماليز اللي موجودة بالكيدني وباليوريتر، كلش واضحة تبين اي كونجنيتال انومالي، روتيشن ما روتيشن، اكتوبيك دوبلكس اوف ذا بيلفس، دوبلكس اوف ذا يوريتر، اكتوبيك يوريتر، هاي كلها كلش واضحة تصير بالاي فيو، فهي اشعة مفيدة جدا. another investigation اللي هي ريتروغريد يوريتروبايلوغرافي، هاي حقيقة هسه بعد تستخدم قليل بعد ما جاء سي تي، قبل كنا لما ما نطيق نعطي داي مثلا واحد أليرجي مثل ما قمنا قبل شوي أليرجي وريد اي فيو بس أليرجي ما نطيق نعطي، نقوم ندخل صوندة من اليوريثرا إلى البلادر إلى اليوريتر إلى الكيدني، صوندة رفيعة يسمى يوريتريك ستينت، ندخلها وندفع بها صبغ نفسه هذا الداي، فالصبغ هذا ما يفوت على البلد وإنما يفوت على البلفيكاليس سيستم، هم راح يصبغ لنا هو ويصبغ لنا اليوريتر ويناخذ له اكس راي تبين الاناتومي مالته، بس هذه حاليا قليلة استخدامها حقيقة، واستعاضت بالام ار اي والام ار يوروغرافي ما يسمى. انتجريد بايلوغرافي ايضا هذه انتجريد، الانتجريد يعني ندخل صوندة بالكدني دايركتلي من الخاصرة، من الخاصرة خصوصا اذا بيشنت اوريدي عنده هاي الصوندة، بس تشوفون ببعض الحالات ندخل صوندة للمريض نسميها نفروستومي، يوم يكون عنده انسداد بالحالة مثلا او فد حالات معينة ندخل صوندة بالكدني من الخاصرته من الجلد، سموه بيركوتينيوس نفروستومي، بعدين نريد نعرف انسداد راح الكدني اشوني ندفع داي through this nephrostomy tube، ندفع داي هذا الداي يفوت على الكله ويصبغ لنا البلبيكاليسيال سيستم واليوريتر، هاي يسموه انتجريد. الانتجريد يعني من فوق من الكدني وينزل جوا، الريتروغريد يعني احنا نفوت بالصونده من جوا نطلع لفوق، يسموه ريتروغريد. الانتي من الكدني والريترو من اليوريثرا وفوق. اوكي هاي كل تم يصبغونه يعني يستخدمون الداي اللي هو يوروغرافين. سيستوغرافي ايضا نستخدم الداي اللي هو يوروغرافين، ندخل صوندة بالمثانة اللي هي الفوليس كاتيتر، ندخلها بالمثانة وندفع الداي، ندفع الداي نترسل المثانة بهذا الداي، وبعدين
نشيل الصوندة ونأخذ له إكس راي راح يكون المثانة مليانة بهذا الداي وتشوف الناس الشكل مع المثانة أكو دايفرتيكولوم إلا لا أكو إنجري بيها إلا لا هاي يسموها سيستوغرافي وبالأطفال لما نعملها يسموها MCUG كلش مهمة يسموها ميكتشوريتينج سيستو يوريثروغرافي ميكتشوريتينج يعني أثناء التبول أو voiding يعني avoiding cystourethrography أو يسموها MCUG هذه كلش مهمة إنه ندفع الداي بالمثانة ونشيل الفولي ونقول له البيشنت بول خصوصا إذا كان طفل النورمالي الداي لازم يطلع من اليوريثرا بس ما يرجع لليوريتر مرات بالأطفال أكو حالة كونجيتا أنومالي يسموها vesicoureteral reflux هذه من نقول له بول ونصوره نشوف انه الداي قام يطلع لليوريتر وللكدني يصل بالعكس يعني يمشي بدل ما يطلع كله من اليوريثرا يطلع لي فوق هاي يسموها حاله يسموها ريفلكس مهمه جدا ان شاء الله اكو محاضره كامله عليها هاي يسموها ام سي يو جي او سيستوغرافي يوريثروغرافي كذلك نسبغ اليوريثرا يعني واحد عنده مشكله باليوريثرا عنده سسبكتد ناروينج اللي يسموها ستريكتشر of the urethra or suspected urethral injury كن وقع الدعم السيارة هذا urethral injury أو structure أشو نشوفه بالإكس-راي ندفع صبغة باليوريثرا من التيب of the penis ندفع صبغة وناخذ له أشعة راح نشوف إنه اليوريثرا تبين ويبين النروينج اللي بيها وإذا أكوش أي injury كذلك يبين بيها Another investigation اللي هي جزء من الراديولوجيكال انفستيجيشن هو الالتراسونوغرافي تعرفون الالتراساوند is very important simple cheap non-invasive investigation مهم جدا بالنسبة لنا وبهم جدا باليورولوجي يشوف الكدني ويشوف البلادر ويشوف البروستيت ونستخدمه بالتيستس وباليوريثرا كلش simple ومتوفر وcheap وعادة most of the patient احنا نحتاجه لهذا الالتراساوند sometime نصل بينه للدياغنوسيز sometime ما نصل نحتاج الى شوية more sophisticated investigation اللي ما اللي هي CT scan المعلومات اللي ما تكتمل بالالتراساوند لما واحد نعمل ultrasound نضل عندنا معلومات شوية ناقصة ما واضحة هالقد we confirm it usually by CT scan أكو ما يسمى بالكالر دوبلر ألتراساوند كالر دوبلر أو يسمونه دوبلر أو يسمونه دوبلكس هذا ألتراساوند خاص يشوف البلد فلو والفاسكولاريتي أوف ذا أورجن أوكي نستخدمه باليورولوجي عندنا كثير في حالة يريد نشوف الفاسكولاريتي أوف ذيس أورجن مثلا بحالة التستس عندنا حالة تسمى testicular torsion يعني راح ينقطع الدم عن التستس يعني ايش مدينا احنا نقطع الدم لو ما انقطع نعمل له دوبلر نشوف ابو الدوبلر يقول كوي التستس ما بيها دم ابو الالتراساوند الاعتياديه ما يشوف هاي الفاسكولاريتي اوكي وكذلك بالكدي وبالرينال ارتري نشوفه وهذا الدوبلر يستخدم بالفاسكولار سيرجري كلش كثير يشوفون الفين اذا مسدود يشوفون الارتري اذا مسدود بالنسبه للليجز الانفيريال فينا كافا الفيمورال ارتري فيمورال فين هذولي كل يتم بالنسبه لنا اكثر شيء نستخدمه بالكدني بالرينال ارتري والاكثر المهم الاكثر هو التورشن اوف ذا تيستس انذر التراساوند نوع اخر من التراساوند يسموه ترانس ريكتال التراساوند ترانس ريكتال التراسونوغرافي بمختصر يسمونه ترس TRUS Transrectal هو سونار بس through the rectum بالفيميل عندهم transvaginal احنا عندنا transrectal هذا اكثر شيء يشوفنا البروستيت يعني خاص لانه يصل يم البروستيت ويشوفنا size of prostate اذا اكو بها اي تيومر او شيء another investigation المهمة ايضا اللي هي ايضا radiation اللي هو CT scan computerized scan هذا X-ray radiation هو بس radiation كلش عالي يعني يعني واحد ما بسهولة يعمله إذا ما فعلا يحتاجه طبعا كلش مهم إما أشياء بالتيومر إذا أكو أي تيومر لازم نعرف السايز مالته السايت إذا كان عمل invasion هذا التيومر للأورغان اليم وإلا لا
هذا التيومر إذا أكو كان ميتاستاسز للليف نود، الليف نود ممكن نشوفها اللي صار بها انلارجمنت، زين هاي كلها بالسيتي ممكن نشوفها. بالرينال رينال كارسينوما يفوت التيومر مرات بالرينال فين إضافة للليف نود، يصير ميتاستاسز للرينال فين أيضا بالسيتي نشوفها. زين والمهم السيتي هو يعني بالستيجينج and follow up of testicular tumor و any tumor بالحقيقة ما بس testicular بس any tumor staging مالتو staging a tumor اشنو هاي بالباثولوجي اخذتوها اكيد staging of the tumor يعني يريد نعرف ويصب وصل اي مر يعني مثلا tumor of the testis هل هو بالتستس بعده لو طلع للليف نود جوا الدايافرام لو وصل بالليف نود فوق الدايافرام لو راح لللنج لو صار قسم منه راح للبرين هاي يسموها staging of the tumor فهي كلها منين نعرفها نعرفها بواسطة السي تي سكان الام ار اي كذلك نفس تقريبا نفس السي تي بس اكثر يعني مخصص للسوفت تشو اكثر من البون بروبلمز Another investigation اللي موجودة عندنا هي الراديو ايزوتوب سكانينج راديو ايزوتوب راديو ايزوتوب حكينا عليها قبل شوية هي واحدة من الأشياء المهمة جدا حتى تعرف لنا الفانكشن اوف ذا كيدني زين فانكشن اوف ذا انديفيديوال رينال يونت يعني اسألك سؤال واحد جاب لي اي في يو شفت الاي في يو ما توقع عنده رايت كيدني وليفت كيدني بس قد اشك بشغله ما اعرف هذه تشتغل مليح ما تشتغل مليح اشقد تشتغل بالنسبه برسنتج اقوم اقول له عمل لي راديو ايزوتوب اللي يعطونه راديو اكتيف ماتيريال ثرو ذا فين يروح للبلد مثل ما قلنا يروح على اليونت على الرينال على الكيدني وتصير بها اشعاع كل كيدني تقوم تشع راديو اكتيف ماتيريال شع راديشن يصير بها ويقيسوها باي كام جاما كاميرا يخلون جاما كاميرا خلف المريض يشوف الراديشن اشقد الراديشن اكثر اشقد الفانكشن احسن يعني بالضبط مثل ما تشوف جلوباي ام ال100 وجلوباي ام الصفر هاي جلوب اذا ام ال100 معناتها تشتغل 100% صفر يعني معناتها صفر ما تشتغل او 30% او 20% أو هاي مهمه لما نريد نقرر نريد نشيل كدني لو ما نشيله مرات تصير ديزيز بالكدني مثلا PUJ obstruction severe hydronephrosis نريد نعرف هل هاي الكدني تسوى واحد يصلحها لو يشيله للبيشنت ونقول له عملنا راديو ايزوتوب اذا تجي الفانكشن مالتها اقل من 10 او 15 قول له ما تسوى هاي بعد هذه ديزيز كدني كلش ما بيها فانكشن نقوم نعمل له نيفراكتومي اما اذا كانت 20 و25 و30 و40% قول لا والله الكدني ما تخوش شغل بيها نخليها مثلا ونصلح البي او جي او بها ستون نشيل ستون اوكي فمهم الراديو ايزوتوب سكانين كلش في تحديد البرسنتج اوف رينال فانكشن اوف سنجل يونت رينال فانكشن رايت سايد ليفت سايد مهمه جدا حتى نقرر الى نعمل نيفركتومي الا ما نعمل نيفركتومي واللي هي هذول انواع كثيره اكو دي تي بي اي اكو ماج 3 اكو دي ام اس اي يسموها ديمسا نستخدمه يعني حسب الحاجه another investigation ايضا نستخدمها بالايزوتوب سكانينج هي البون ايزوتوب سكانينج يسموها اوف بون زين البون ايضا نعطينه ايزوتوب ونشوف البون سكيلتون كله مال بيشنت حتى نعرف اذا اكو فلد يوجوالي هاي نستخدمها بالبروستاتيك كارسينوما لانه بروستاتيك كارسينوما يصير ميتاستاسيس للبون وشو انه في البون اكو بينه متاسس لله نعمل له هاي الايزوتوب سكان شوف المناطق اللي بيها متاسس يصير بيها راديشن كثير النقاط واعتقد اكو صوره يجوز تشوفكم اياها يسموها ايزوتوب بون سكانينج اوكي another study هذا يسمونه يورو دايناميك study هذا خاص بالابنورماليتي بالنيرفوس سيستم اوف ذا بلادر يعني من يصير بيشنت عنده ما يسمى بالنيوروجينيك بلادر النيوروجينيك اكو محاضره عليها يعني فد ابنورماليتي بالنيرفوس سيستم اوف ذا بلادر هذه ايش هو نقيسها المشاكل اللي يصير بالمثانه ايش اكو بها اي ما تايب من النيوروجينيك اكو سباستيك اكو فلاسيد اكو فد جهاز خاص
كمبيوترايز حقيقة بينو كاثيتر ندخله بالمثانة ونشوف هل البريشر انسايد ذا بلادر بريشر مال ديتروس المصل بريشر انسايد ذا يوريثرا بريشر انسايد ذا ريكتام انترا ابدومين يعني يقيس البريشر ويقيس الفلو ويقيس يسموه يورو دايناميك ستدي فد ستدي خاص نستخدمه في اماكن خاصه. الانفستيجيشن الاخر اللي نستخدمه هذول كلهم يسموهم راديولوجيكال ونن انفيزيف كلهم نن انفيزيف يعني سمبل ما بيها انفيجن تو ذا بودي. مرات بكل هذول ما نصل تشخيص نحتاج الى ما يسمى بالاندوسكوبي. اندوسكوبي يعني ندخل ناظور داخل الجسم فقط مثل ما واحد عنده قرحة بالمعدة ندخله ناظور مال المعدي يسمونه OGD يسموه OGD أسوفيجو غاستروسكوبي. احنا عندنا بالمثانة باليوريثرا اذا اريد نشوف اليوريثرا بها ستريكتشار بها انجري لولا ندخل يوريثروسكوب. من يدخل يوريثروسكوب اذا ندفعه شوية اللي يصل مثانة يصير سيستوسكوبي نفسه. وأكل يوريتر أيضا بيلوس فد اندوسكوبي خاص اسمه يوريتروسكوبي. هذا اليوريتروسكوبي أيضا نشوف بينه اليوريتر أو حتى ممكن مرات يصل إلى الكدني خصوصا إذا كان نوعه فليكسبل يوريتروسكوب نقدر نشوف الكدني من سايد انسايد ذا كدني البلفيس الماينر كاليسيز الميجر كاليسيز هذا كله نستخدم الفلكسبل يوريتروسكوبي. احد عنده سؤال لحد الان؟ عندكم سؤال؟ اوكي انا شويه راح ابعث لكم ان شاء الله الاستماره مع الحضور حتى تملوها التليجرام. طيب بس تشوف الأشعات اللي حكينا عليها هذه كيوبي شوفوا هالكيوبي كدني روتر بلادر أشعة مستطيلة تبين من الكدني إلى البلادر شوفوا إيش مبين بها السكيلتن والسوفت تشو قسم من السوفت تشو تبين وتبين راديو أوبيك ماتيريال يعني النقاط البيض اللي على اليسار لفوق هذه نقول راديو أوبيك ماتيريال والكدني بما أن الكدني هوني فنقول this is possibly this is a right renal stone right renal stone possibly it is right renal stone. مشكلة بالكيوبي إنه الستون قسم منه ما بيها كالسيوم يعني يسموه يوري مثل يوريك أسيد سيستين ستون هذول يسموهم راديو لوسنت ستون. الستون تبين بالكيوبي يسموه راديو أوبيك اللي ما تبين يسموه راديو لوسنت يعني هسه يجوز نعمل كيوبي وتطلع كل شيء معك بالكيوبي بينما هو المريض عنده ستون يتبين بالألترا ساوند أو بالسي تي سكان. السي تي سكان والألترا ساوند يشوف لنا بوث تايب أوف ستون بينما الكيوبي يشوف لنا بس الستون اللي راديو أوبيك واللي هي بها كالسيوم بها فوسفيت أوكزاليت قسم من يعني أنواع فقط أنواع من الستون. هذه الكيوبي شوفوها كذلك نشوف بها مثل ما قلنا السوفت تشو شادو والسكن. تلاحظون هون الكيوبي والاي فيو هذول الاثنين لما نعملها من البيشنت بالحقيقه عاده نطلب منه انه يتحضر قبل ما يعملهم. شنو يتحضر؟ يعني نقول له مثلا انت لازم تتعشى عشاء خفيف وتاخذ ملين زيت خروع لاكزيتيف ومن الصبح لازم تروح على ابو الاشعه وانت صايم ما ماكل حتى اي غازز ان ابدومين اي فيكال ماتيريال ما يحجب لنا رؤيه الستونز هي والاي في وثياتهم لازم تحضير. يعني هاي الاشعه اللي هسه اشوفوها قدامكم تشوفون كثير اكو نقاط سود هذا النقاط سود هي كلها غازز انسايد ذا باول ما كثير متحضر مليح بينما اكو اشعات تشوفوها كلش واضحه ومتحضرين كلش مليح بيها. شوفوا هاي الاي فيو الاي فيو مثل ما حكينا تبين لنا الاناتومي والفانكشن. هسه اذا اقول لكم هاي الاي فيو ايش كوبيه تقولون بوث كدني يطلع منهم شوف الرايت سايد والليفت سايد يطلع منهم الداي من يطلع داي يعني معناته اثنيناتهم يشتغلون واليوريتر واضح جدا
وينزل وبجوه البلادر. This is normal eye view. بالرغم انه اكو مثلا بالليفت سايد اكو شبيها البلفس بينو بايفيد يعني مقسوم قسمين, هذا وين اوف ذا كونجنيتال انومالي. اوكي احنا نستفيد, قلت لكم بالكونجنيتال انومالي كلش نستفيد من الاي فيو, هاي نورمال اي فيو. وهذا التحضير مالته ايضا مليح, واضحه كلش الصبغه النازله من الكدني. اوكي فدير بالكم تفرقون بينه وبين الكيوبي, دائما من تشوفون اكو صبغه, هاي الصبغه اللي بالكدني الداي نزل بالبلبيكاريسيس سيستم ويوريتر وبلادر مصبوغه ابيض, هذه اي فيو. من تشوفون ماكو هاك الشيء, هاي القبلة تشوفون هاي القبلة, هذه كيوبي. اوكي لون الصبغ ابيض, اي ابيض, اي هذا الصبغ الابيض, الصبغ الابيض اللي بالكدني, وعينزل من كل جهه يمين ويسار عينزل خط ابيض لي جوا هذا الحالب, والبلادر مليانه بالصبغه كذلك. هذه هون مثلا عندنا نعم الابنورمال, يعني اي منطقه ابنورمال راح تظهر يعني دارك, منطقه دارك؟ لا لا ما دارك, لا لا ما دارك, هي تظهر, هي هذا الابيض راح يتخربط. شوفي هذا الاشعه, شوفي هون الاشعه, شوفي هون ايش اكو, هذه اي فيو معطول اكو صبغه, ايش نسميها, هتشوفون الصبغه هاي البيضاء. اذا ذيس از اي فيو ما كيوبي, لانه احنا اعطينا الصبغه وطلعت بالكدي. شوف الصبغه هون اكو جوا مؤشر على ما يسمى بالسوفت تشو, فشيء مدور وابيض يعني سوفت تشو مبين, كان دفع الكدني لفوق زين, ممكن تكون هذه ماس كان دفعت الكدني. فاذا بين بالرايت سايد اكو عليه نورمال كدني نورمال يوريتر, بينما الليفت اكو فرد ماس من سوفت تشو كان دفع على الكدني لفوق. كذلك هاي اي فيو, شوفوا هالاي فيو كلها هاي انواع من الاي فيو, كتا نورمال كدني ونورمال اليوريتر اي انزال والبلادر كلتها هذه اي فيو ونورمال تقريبا. هون عندنا اي فيو زين, بس اشنو الابنورماليتي اللي بيها؟ حيطيق قل لي هي اي فيو, شوف الرايت سايد اي انزال الداي واليوريتر موجود, الليفت سايد ايش اكو بيها؟ دكتور ريتينشن يعني شلون؟ يعني ريتينشن معي اذا ماكو فانكشن. ليش ليش دحق عليه ما موجودي بالليفت؟ موجودي بس جوا صار اسفل شويه دكتور, بلفس كدني عافيه. لا ما بلفك كدني دحق صح, هذه ما بلفك كدني, وانما فوق اكو سوفت تشو, اكو فرد ماس تيومر لحمايه زايده كن دفعتها الكدني خلتها تنزل جوا, يعني مثلا سوبرارينال جلاند تيومر كبيرة, تشوفون شلون فراغ اكو مثل ابيض كن دفعت الكدني الى جوه, صحيح لو لا؟ بينما بالرايت سايد تشوفوه بالنورمال بوزيشن, بينما جوه واحد كن كبس هاك اللي جوه, وايش نعرف انه مكبوسه فوق اكو سوفت تشو. اوكي واضح هذه؟ واضح دكتور. دكتور يعني البيضاء هاي الكدني على الجانبين, ايه هاي الابيض, ايه الصبغ الابيض ما الفيرتبرا, الصبغ الابيض إيه اللي مثل حوض وكاليسز بها ميجر كاليسز وماينر كاليسز, بين يعني صبغ بين صبغ ابيض. دكتور اي بالجاما كاميرا لو بالراي؟ لا الاكس راي, هاي اكس راي. لا الجاما كاميرا ابوي بس بالراديو ايزوتوب, هاي الكيو بي والاي فيو. اوكي والسيتي سكان والريتروغريد يوروثروغرافي وكل هذول بالاكس راي, الجاما كاميرا بس مختصه ان تشوف الراديشن مال ايزوتوب سكانينج. واضح؟ بس الايزوتوب سكانينج نستخدم بها الجاما كاميرا. هوني كذلك هذا الريتروغريد مثل ما قلنا, تذكرون قلنا اكو قبل كنا نستخدم ندخل صوندات داخل من اليوريثرا نفوت ونفوت بالبلادر, ومن البلادر ندفع الصوندة رفيعة إلى الكدني, وبعدين ندفع الداي, ندفع الداي, الداي موجود عندنا بسرنجة ندفعه زين إلى فوق يمليها لنا وناخذ أشياء, هاي يسموها ريتروغريد. وشوف كاتب عليها invasive
بالأحمر. ليش إنفازيف؟ يعني هاي عملية، هاي داخل عملية نعطينه تخدير وندخل ناظور بالمثانة. إذا فشي صار إنفازيف، ما مثل ما واحد يروح يقف قدام الأشعة ويأخذ الأشعة، ما فشي نان إنفازيف، يعني ما يصير إنفازيف للبدي. هوني هذه السيستيروثروغرافي قلنا، وأكو ريتروغريد سيستيروثروغرافي، فويدينج سيستيروثروغرافي. شوفوا دفعنا داي من اليوريثرا بس على البلادر. هوني بس نصور البلادر، لدي نشوف البلادر شوني، فنعمل سيستيروثروغرافي ما يسمى. هذه هي السيستيروثروغرافي. أوكي دكتور. دريد ابعث لكم شو اسمه الضابط مال الهاي بابا المرحله الرابعه. هسه اتصلك بالاستماره مال على التليجرام. مع الحضور ترسوها وتدزوا لي اياها من هون الى نهايه المحاضره. راح اسد بتنتهي المحاضره اسد. هذا رينا الانجيوغرافي بالحقيقه، هذه حتى نشوف الفاسكولاريتي مال الكدني، سموه رينا الانجيوغرافي. زين هني ايضا هذه انفيزيف، وحقيقه هسه بعد قليل احد يعملها، لانه اكو صارت هاي حتى نشوف الارتريز مال الكدني. ناو دايز نعملها بالام ار اي، ام ار يوروغرافي، يعني بدون ان نعمل انفيجن، وانما هو بالام ار اي الماجنتيك ريزونانس ايميجينج MRI ما يسموه الرنين المغناطيسي. ممكن نصبغها بدون ما نفوت كاثيتر وانجيوغرافي، شوية قليل استخدام. كذلك هذا الانجيوغرافي صبغه. هذا الريزو ايزوتوب سكانينج شوفونه، EDTA DTPA وDMSA وMAG3 وEDTA، هذول كلتهم هكذا يعطونا شكل الكدني. شوفوا الكدني، بوث كدني and bladder، هذه عدة صور. ها يعني هذه هسه صوره مع الكدني تشتغل، اثنيناتهم جيده، ويعطيك بالضبط الارقام ايش قد عم تشتغل هاي الكدني. هذا يسموها نيوكليير ايميجينج او راديو ايزوتوب سكانينج. هون الالترا ساوند اوف ذا كدني، بين السراوندينج اوف ذا كدني، هذا الاسود والاسود الوسط، هذا البلفيكاليسيال سيستم يسمونه. وصلتكم الى هذه الـ جوجل فورم؟ ايوه وصلت دكتور. اوكي اترسوها الموجودين الى نهايه المحاضره. هذه الترا ساوند كلش سمبل ايزي انفيجن وانفورماتيف، كثير اشياء نطير نشوفها. شوفون بالرايت كدني ليفت سايد، بالرايت البيكتشر اللي على اليمين اكو فرد انسايد ذا كدني، اكو فرد سيست، هاك الدويره اسود لونه، هذه سيتس رينال سيست يسموها انسايد ذا كدني، كلش واضح تبين. هوني هذا كولر دوبلر الترا ساوند، لاحظوا هوني مثل ما قلنا عندنا حاله التستيكولر تورشن، عندما ينقطع الدم عن وحده من التستس يسموها تستيكولر تورشن. شوفوا الليفت سايد اوف ذا تستس وشوفوا الرايت، عملنا له كولر دوبلر. بالرايت شوفوا هذه النقاط الحمر والصفر، هذه يعني اكو بلد، هكذا يطلع بالكولر. يعني اي قلي دكتور كوي داخل التستس اكو بلد، اكو بس، بينما بالليفت سايد ماكو اي بلد، معناته الارتري مال ليفت سايد كان انسد. اوكي هسه اسالكم سؤال، اقلكم شلون الشخصون التستيكولر تورشن؟ زين بيش الشخصون التستيكولر تورشن؟ كولر دوبلر الترا ساوند، دوبلر عفيه قسم يقولون الترا ساوند، ما الالترا ساوند، وانما نحتاج الدوبلر. يفضل الترا ساوند نشوفه تيستس اب نورمال، شوفوا الليفت سايد تبين اب نورمال، بس اريد اشوف ارتري اكو بها لولا، تلاحظون كلها فارغه ما قايبين بها النقاط الحمر والصفر، هذا يسمونه الدوبلكس او الدوبلر الترا ساوند. هوني عندنا الماجنتيك ريزونانس ايميجينج ام ار اي، شوفون بوث كدني كلش واضحه، اي تيومر بها، اي هايدرونيفروسيس، اي ستون ممكن تبين بها. كذلك سي تي سكان ايضا كلش مهمه، سي تي سكان بها اكو سي تي سكان يسمونه، واكو يسمونه سي تي وذ
كونتراست يعني هم مثل اي في وسيت الفوق. اذا تشوفون صوره الفوق بوث كدني الفيرتبرا تبين بيضاء، هاي الفيرتبرا واضحه على يمينه وعلى يساره اكو كدني مكتوب على ليفت ورايت، واكو في هذه الفين والاي فينا فينا كافا والاي الاورتا زين والبنكرياس وال يعني هاي كلها تبين. بعدين احنا قلنا نعمل له سي تي نعطينه داي مثل ما عطينا للاي في وداي، شوفوا اللي اشون صبغت صارت بيضاء بالضبط تشبه الاي في يو، بينت الكدني اشون صارت لونها ابيض اللي هي على يمين وعلى يسار الفيرتبرا. لو كان اكو فرد مكان ما بيها دم كدني هم يصير مرات يعني ثرومبوسيس تبين انه ماكو دم ما يصل له وما قيصل هذا الداي ستدي الداي ما قيصل الكدني. شوف هذا الاندوسكوبي هذا اللي نسمينه انفيزف، بعدين ندخل داخل الجسم مرات نحتاجه، معظم الاحيان ما نحتاج الى ان نصل الى مرحله انه حتى نشخص نعطينه انفيزف بروسيجر وندخل ناظور، معظم الاحيان ما نحتاج، بس مرات والله ما نصل الى تشخيص الا ندخل ناظور. والناظور انواع، شوفوا يوريثروسكوب يعني ناظور الاحليل الاحليل يوريثرا، اذا هو نفسه حقيقه من يصل للمثانه يسمينه سيستوسكوب، والجهاز هو عاده يسمونه يوريثروسيستوسكوب زين. بعدين اكو 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 جهاز اخر كلش رفيع يسمونه يوريتروسكوب، هذا يوريتروسكوب ليش رفيع؟ لانه اليوريت الرفيع ما يفوت بينه السيستوسكوب العريض فطويل رفيع لازم زين. واكو سكوب يفوت بالكدني من 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 على صفحه من الخاصره، هم اكو فد نوع من السكوب يفوت من من على صفحه بالكدني، هاي يسموه نيفروسكوب او رينوسكوب. اوكي هسه نشوف شوفوا هذا هذا المريض، الطبيب عيد حق دخل ناظور داخل المثانه وعيشوف اشكو بالمثانه، هذا الناظور لما بدا باليوريثرا يسمى يوريثروسكوب، بس هسه هو ايش يعمل؟ يعمل سيستوسكوبي يعني عيد حق المثانه اشكو بها سيستوسكوبي. هذا اليوريتروسكوب، لاحظوا اليوريتروسكوب اكو نوعين من اليوريتروسكوب، شوفوا ايش قد رفيع هذا وطويل، اكو نوع سيمي ريجيد هذا الفوق سيمي ريجيد حديداي ما تنطوي نهائيا شويه هكذا بها حركه حديداي، طيب هاي هذا يفيد باليوريتر. الجوة هذول الاسود تلاحظون مثل الصنده ماليبل مثل الصنده، هذه يسموها فليكسبل يوريتروسكوب فليكسبل، هذا ممكن يصل للكدني يفوت بالكالكس يفوت بالميدل كالكس يفوت باللور، يعني نعوج راسه اللي هو يشبه ال السكوب مال 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 معدي، اذا كنت شفتم واحد من قرايب كرامل هذا يعني كثير اي واحد عنده وجع بالمعدي اشتباه انه عنده قرحه ما قرحه يعملوا له هذا او جي دي يفوتونه بثمه ويبلعوا يظل يدفعوا يسحبوا الى ان يفوت بالمعدي، هاي يسموه فليكسبل يوريتروسكوب. اليوريتروسكوب بينه انديكيشن ايش وقت نستخدمه؟ اكو نستخدمه لفور دايجنوستيك بيربسز فور دايجنوستيك يعني بس فقط للتشخيص. اوكي لما اكو فرد ليجن باليوريتر رينال بلفيس شفنا بالسي تي بالام ار اي اكو فرد شيء ما عندنا نعرف شنو هذا ما عندنا نعرف يعني ما واضح قدامنا، نفوت يوريتروسكوب يبين واضح مثل ما انت قدامي على اشوفك واحد بعينه يشوف سكوب، يعني ميزته انه تشوف الشيء مثل ما تشوفه قدامك بعينك نفس بالضبط ما مثل الاشعاع تبين لك خيال تبين لك هذا الاشياء، او هي ماتشوريا مرات انون اوريجين ابر تراك هي ماتشوريا وهم ما عندنا نعرف لا يبين بالاي في ولا يبين سي تي سكان ايش سبب التبول الدموي، هذا ممكن ان نستخدم السكوب السيستوسكوب ممكن ان نستخدم اليوريتروسكوب ممكن ان نستخدم. وبالنسبه كاستعمالات اليوريتروسكوب بالثيرابيتيك يعني علاجي دايجنوستيك يعني تشخيصي وعلاجي ثيرابيتيك كثير هسه ناو دايز دايلي يوز اوف يوريتروسكوب فور ستون مانجمنت علاج الحصى حصى الحالب حصى الكلى كله نستخدم الان اليوريتروسكوب للعلاج. او عندك تضيق بالحالب او تضيق باعلى الحالب يسموه بي يو جي ايضا نفوت السكوب وبطريقه خاصه بسكينه رفيعه او بليزر نفتح هذا التضيق ونوسعه يسمونه يوريتروتومي يوريترو يعني يوريتر تومي يعني قص اليوريترال ستريكتشر
أوكي، أو إنه مرات أكو فشيء اسمه تيومر in the ureter، نفسه التيومر of the bladder اللي هو transitional cell carcinoma of the bladder، ممكن يكون أكو نفسه موجود باليوريتر داخل اليوريتر أكو أيضا تيومر. فهذا مرات باليوريتروسكوب نطلع فوق ونعمل له ريسكشن نقصه، أكو هكذا إمكانية باليوريتروسكوب. شوف هذه صورة إيش، هذه صورة اليوريتر بالناظور باليوريتروسكوب، وهاي ستون داخل اليوريتر، هذا اليوريتر شلون يبين باليوريتروسكوب، وهذه ستون واضحة هتبين داخل اليوريتر، وكن ندخل هاي الصوندة يجوز هاي الليزر حتى يكسره. دكتور اندر جي هاي؟ اي اندر جي طبعا، اي اندر جي لانه يعني ما يتحمل واحد يفوت هاي الصوندة كلها، ولليوريتر ما ممكن يتحرك، مشكلة يعني. هون صورة نيفروسكوب، نيفروسكوب شوفوا الكدني زين، هاي الكدني وهاي مدخل من صفحته سكوب الى الكدني مباشرة. مثلا اكو عندك ستون ممكن انت تعمل له، هسه تشوفون بالستون مانجمنت بي سي ان ال، او اكو عندك بي يو جي اوبستركشن يعملون ما يسمى بالانتي جريد اندو بايلوتومي، يقص الستركتشر او نروينج اللي باليوريتر بواسطة هذا النيفروسكوب. واخيرا هو اليورو دايناميك ستدي اللي حكينا عليه، انه اللي هذا سبيشال ستدي نشوف بينه الفانكشن اوف ذا بلادر، اللي احنا نشوف انه هي يسموها نيوروجينيك بلادر، يعني ابنورمال نيرف سبلاي تو ذا بلادر ديزيز. اكو كثير واحد دايابيتس يصير عندهم بوليفيرال نيوروباثي، يصير جزء من ال او 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 واحد عنده سي في اي سيربرو فاسكولار اكسيدنت جلطه بالدماغ، او واحد عنده باركنسون ديزيز مالتيبل سكليروسيس، هاي كلها تاثر على او سباينال كورد انجري، اذا يدعمون بالسياره وينقطع السباينال كورد، ماكو يصير عندهم باراليسيس باللور لمب، هيموبليجيا، ممكن البلادر، هاي كلها اللي مريض نعرف النيوروجينيك بلادر نوعيتها شنو، ايش قد البريشر داخله، ايش قيس عنده يعني الفانكشن شلون، نعمل اليورو دايناميك استدي. هسه خلصت هاي المحاضره ان شاء الله، اذا احد عنده سؤال. دكتور بس الستون هل تكون راديو لوسنت وراديو اوبيك، ايش الفرق بيناتهم، ايش يعني المواد مالت؟ ايه الراديو لوسنت ابوي الستون راح تجي له بالستون يعني محاضره كامله على الستون. الكومبوزيشن اكو 85 الى 90% كالسيوم، يسموه كالسيوم ستون، كالسيوم فوسفيت، كالسيوم اوكساليت، زين هذول كلهم يكون راديو اوبيك لانه كالسيوم مثل الجص البون، ليش يبين هسه كيوبي، شفت الكيوبي البون كله يبين بالاشعه، ليش يبين، بينه كالسيوم فوسفيت. اكو ستون ما بيها كالسيوم، وانما هي نوعيتها اسمها يوريك اسيد ستون، ماده اليوريك اسيد يوريت، هذه ما تبين، ما هي مادتها ما تبين بالاشعه، يسموها راديو لوسنت يعني ما تبين بالاشعه، بس تبين بايش، تبين بالسيتي وتبين بالالترا ساوند. اوكي، فيعني يعني بمعنى اخر اذا واحد عملنا له كيوبي وطلع الكيوبي ما بيه ولا ستون، نطيق كله ما عندك ستون؟ لا دكتور لازم بعد ما صحيح لا ما نطيق كله، ليش؟ لانه اخاف لا يكون عنده راديو لوسنت ستون، فاضطر نقول اخوي كوي احتمال عندك ستون، فنعمل لك سيتي، السيتي لا يشوفهم كلتهم سواء راديو لوسنت وسواء راديو اوبيك، واضح؟ هي ما بس اليوريك أسيد، يوريك أسيد وكوسستين وكوزانثين، يعني أنواع من الستون اللي أوكي. سؤال آخر. شكرا دكتور، أهلا بك. الأسبوع القادم إن شاء الله راح يكون يمكن عندكم محاضرة الكونجنيتال anomalies of the kidney and upper urinary tract، يعطيكم إياه إن شاء الله دكتور مؤمن. هسه راح اسد كملت من حضور، راح اسده. تمام ان شاء الله دكتور، اعتقد كمله. يلا خير ان شاء الله. شكرا دكتور،
رشيدك. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا بكم.